الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الآية: أي علموهم وأدبوهم. فالأب طالب بتأديب ابنه، كما أنه طالب بإطعامه وكسوته والإنفاق عليه، وكل ذلك في ميزان حسناته. فهو مطالب بأن يكون هذا الولد نواة صالحة في مجتمعه، ويكون بعد ذلك نافعا لبلده ولدينه ولوطنه. هؤلاء الأبناء غدا يكونهم الشباب، ويكونهم أصحاب الكلمة في البلاد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك. فهو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطاشت يده في الصحبة، فقال له: يا غلام، سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، صلى الله عليه وسلم. انظر يعني ذلك. وهو ابن عباس رضي الله عنه وصغير السن يركب يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تكون تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبناء الصحابة ذلك صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بأيديهم. وها هو أنس رضي الله عنه قال: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين يتحدث عن أخلاق النبي، ويتحدث عن أحوال عليه الصلاة والسلام. وها هو ابن عباس يقول: كنت يوما عند خالتي ميمونة، فاستيقظت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأتيت بجواره، أي كنت على يساره، فأخذ بيده فجعلني عن يمينه، أو كما قال رضي الله عنه: يصلي مع النبي صلاة الليل. أيها الأحبة، تربية الأبناء وحسن نشأتهم أمر عظيم وخطير. يبدأ من يوم أن يختار له الأب أما صالحة تكون امرأة صالحة في بيتها، وينشأ هذا الطفل وهؤلاء الأولاد على ما يرونه من أبيهم من حسن عشرته وصدق حديثه وعزومة كلامه ومعاملته مع أمه أولا، ومعاملته مع الناس ثانيا، وتحديه الصدق، وتحديه الحلال في المطعم والمشرب، وأخذه معه إلى الأقارب، فيصلون أرحامهم ويعرفون أقاربهم، يعرفون أعمامهم وأخوالهم وخالاتهم، فينشأوا بذلك نشأة طيبة، نشأة صالحة. وما كان العلماء وأهل الفضل إلا أطفالا صغارا، لكن لما اهتم بهم آباؤهم نفع الله بهم نفعا عظيما. ولذلك كانت التربية والقدوة أهم من أي شيء. وربما تجد بعض الشباب يعجز عن الزواج، بل يتحدث هذا الزواج من المصائب الكبيرة التي تلي بها المسلمات، لأنه ربما ربي في بيت ولم يكن له مشاكل وسب وشتم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وليس هذا من أخلاق المسلم في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خياركم خيارهم لنسائهم، وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. فكيف كان النبي في بيته، وكيف كان حسن خلقه مع زوجاته وأهل بيته، عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة: ما كان يفعل النبي في بيته؟ قال: كان في مهنة أهله، يخصب نعله ويعرف دابته ويرقب ثوبه. خير الناس وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم في بيته يراعي شؤون أهله ويراعي شؤون أبنائه، ويعلم أنه على أجر وثواب عظيم. فالإنفاق على الأبناء في تعليمهم وإطعامهم وشرابهم، كل هذا يأخذ الإنسان على
صلاح الآباء من أهم ما ينفع الأبناء، كما قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صلاح الآباء ينفع الأبناء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء ينفع الأبناء. فأوصيكم ونفسي بهذا الأمر، فالأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طول بال وطول نفس، لكنك على أجر عظيم. فلعل الله أن يخرج من أبنائك من ينفع الله به البلاد والعباد، ويكون مفتاحا للخير إغلاقا للشر، ويكون فتحا خيرا على أهله وعلى بلده وعلى عشيرته، ويدعو الناس لمن رباه ولمن أنشاه تلك النشأة الطيبة الصالحة. فالعبد يفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، وعليه بالدعاء، يكثر من الدعاء لأبنائه في سجوده وفي صلاته وفي سفره. لا تدعو على أبنائك أبدا مهما كان الأمر، مهما ضيقوه، ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالصلاح. أتى رجل قال: يا رسول الله، إن في لساني ذرب على أهلي شدة وحدة. قال: أين أنت من الاستغفار؟ أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، يكون لسانك طيبا على أهلك وعلى أهل بيتك. الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة والكرم والشجاعة وحسن الضيافة، كل هذه تكون في الأبناء بسبب الآباء. فيجد الابن أباه في هذا الباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال القائل: ويشأ في كتابنا على ما كان عوده أبوه. فالأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان تجاهه أن يحسن إليهم، وأن يعني يقدم لهما في استطاعته، ويعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فربما تتعب على هذا الولد ولم يكتب الله له خيرا. انظر إلى نوح عليه السلام كيف يعني تعب مع قومه ومع أبنائه، ومع ذلك ابنه لم يسمع كلامه، بل هلك وضرب مع من ضرب. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان على الإنسان أن يعلق قلبه بالله في تربية أبنائه وفي صلاحهم وفي هدايتهم. نسأل الله الأمر بصداراتك وزكائك، لكنه بتوفيق الله، ولكنه يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يرزق العبد أبناء ضارين، وأن يكونوا صالحين، وأن يكونوا يعني قائمين بأمر آبائهم وأمهاتهم. فنسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يهديهم الصراط المستقيم، وأن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع.